بواقعة أو بأي تهمة أو بأي أمر يتعلق بإلياس العماري أبدا. غير أنا في مخي مقتنع أن إلياس العماري وصحابه اللي أنا كنسميهم لي ريبوبليكان مونارشيست الجمهوريين الملكيين فهمتي أو الثوريين الملكيين انفصاليين كيأمنوا بالقضية الكردية كيأمنوا بالفصل الكاتالان كيأمنوا بالفصل ديال الجزر الخالدات هذه لا نقاش فيها. أنا كنقول لكم كامل أنا مقتنع بأن السي إلياس العماري في المؤتمر ديال الأمازيغية في ليزيل كناري حيد الدرابو ديال المغرب وحد الدرابو أمازيغي وقال لهم هذا هو الشعار هذا هو الراية ديال السيادة ديال المغرب الأمازيغية. هذه شفناها وكاين كاسيتات عليها. وبتقول أي قاضي أي عون قضائي أي وكيل الملك أي واحد دافع على إلياس العماري فهو شريك معه في جريمة الانفصال. ياه هذه كنقولها وكنقولها بقناعة وعاود نقولها حتى في الجلسة. ولكن باش أنا بلغت ما كنبلغ نحد الإخوان أنا ما كنبلغوش. حنا المدرسة ديال الحسن الثاني عمرنا ما كنا بياعة ديال شي واحد أو كنتعاملوا مع شي بياع في حياتنا. ولكن اللي عنده شي قناعة عنده شي قناعة. هذه قناعتي أن السيد كان كيهجج الواط في الحسيمة. نعم كيهجج الواط في الحسيمة. أن السيد كان يقول لهم رفعوا من السقف المطالب باش النظام في الرباط يحصل. إيه كان يقول أصحاب الحراك طلعوا من المطالب الاجتماعية ديال 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 الريف. إيه أن السيد هذا اقترح يمول الخيام باش يديروا مخيم على غرار ساحة التحرير في القاهرة. إيه وإيه واه نعم أكيد سي وي يس يا دا شنو اللغة بغيت نقولها لكم. هذه لا نقاش فيها هذه لا نقاش فيها. بالي كيف كيقولوا بالمالي دادا سينيا بالي ها سي انا تعلم انا تعلمنا واحد القضيه اليوم. هذه لا نقاش فيها الاخوان. والزمان غادي يدير لي متابعه نقول له السيد ملكي. هذا انا كنعيط لهم الجمهوريين الملكيين. انا كنعتبرهم انفصاليين لانه ما كيامنوش بانه قبل الامازيغيين كانوا سكان في المغرب ومن بعد الامازيغيين جاو سكان في المغرب ومن بعد العرب بنو هلال جاو سكان اخرين من المغرب وبان غير البارح وكاينين سكان جديد في المغرب وبان بالطلوع من 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 المهاجرين الافارقه جنوب الصحراء من دابا 50 عام يكون عندنا عاوتاني واحد الفئه كبيره ديال السكان جدد في المغرب.